أول كتاب من كتب الثورة هنعمله ريفيو هو كتاب اسمه 7 أيام في التحرير، لكاتب اسمه هشام الخشن. أنا كنت عمري ما قريت لهشام الخشن قبل كده وعجبني التايتل فاشتريت الكتاب. الكتاب عبارة بيتكلم على 7 أيام مختلفة متفرقين من يوم 25 يناير لغاية يوم بتاع الاستفتاء بتاع التعديلات الدستورية، يوم الشهير بتاع نعم ولا، في حياة مجموعة من الأشخاص، في منهم الشاب الليبرالي هو وصديق لي إخواني وصديق ثالث من قبطي أهله ومهجرين كندا، لواحدة صديقة الشاب الليبرالي الأولاني، واحدة ست متجوزة عرفي، واحد من الحزب الوطني الديمقراطي، مسؤول كبير هناك، بواب في الشارع، الأهالي، وبتتبع حياة الناس دول في مراحل مختلفة للصبر. لواحد صاحب شركة سياحة وميسور الحال، لولد طالب في كلية الشرطة، يعني قطاع مختلف من الناس وحياتهم وتفاعلهم المختلف مع الأحداث بتاعة الصبر. الكتاب مكتوب بطريقة كويسة قوي، فكرة هايلة ومش رتيب خالص ومش بطيء خالص، فأنا اتبسطت قوي منه. ولو حد عايز يقرأ كتاب عن أحداث الثورة مثلا، ده كتاب هيعجبكم لو قريته إن شاء الله.